لقد قمت بهذا التمرين الصغير على لوحات فيلاسكيز لأنني أسأل نفسي كيف نقدر الأعمال الفنية. هذين المسيحيين من قبل فيلاسكيز بالنسبة لي من الواضح أن أحدهما أفضل من الآخر. إنه موضوع صعب. على سبيل المثال في الموسيقى، كيف نقرر أن أغنية واحدة أفضل من الأخرى؟ يمكن القول أننا نحب واحدة أكثر من الأخرى، إنه تقدير شخصي، لكن النقاش حول سبب كون إحدى الأغاني أفضل من الأخرى يختلف، والفنان نفسه يعرف ذلك. يجب أن يكون قادرا على التمييز. عندما أصدر ألبوما يحتوي على 10 أغاني فهو يعرف أي منها هو الأفضل، وهو ممتع جدا. لقد حدث لي أنني أستمع إلى تسجيل وأقول هذه الأغنية لها شيء أحبه، ثم ألقي نظر على الأرقام على سبوتيفاي وأرى أن هذه الأغنية هي التي يحبها الجميع. إنه ليس تعسفيا. وأنا لا أتحدث عن لويس ميغيل أو الفنانين المشهورين. على سبيل المثال جو ساترياني، أنت وأنا نحب موسيقى الجيتار. هناك أغنية جو ساترياني تسمى Love Thing، مما يعني أشعر بشيء لا أستطيع وصفه لطالما أحببتها، وهو ليس شيئا موجودا في وسائل الإعلام. جو ساترياني ليس موسيقيا يتم الترويج له عن طريق الراديو أو التلفزيون، وهذا جعلنا نمتلك طعما مكتسبا لتلك الأغنية. وأرى الأرقام والعديد من الأغاني الأخرى تعجبني تلك الأغنية في هذا التسجيل. هناك شيء هناك، وكيف يمكننا قياسه؟ هل هناك شيء موضوعي؟ لا أعلم. لقد كنت تخبرني عن العلم، كيف نقيس الظواهر البشرية؟ لأنه يمكننا القول أن هناك موضوعية عندما يقوم شخص ما بإجراء قياس، لأننا إذا قمنا بقياس هذا القلم الرصاص وقياسه 10 سنتيمترات فلن نختلف أنا وأنت إذا كان قياسه كذلك أم لا. نحن نستخدم اتفاقية خارج نطاقنا، ولهذا السبب يمكننا أن نصبح موضوعيين، لكن في مسألة تتعلق بحقيقة اجتماعية كيف نقيس ذلك؟ هناك عدة طرق لفهم سبب اقترابنا من شيء له نية علمية ويسعى إلى الموضوعية. كيف تركز عليها؟ خاصة عندما نتحدث عن البشر، اتضح أنه عندما نكون نحن البشر في المجتمع فإننا أكثر قابلية للتنبؤ أكثر مما نتخيل. وسأعطيك مثالا سريعا جدا يتعلق بنظرية المجموعة. قبل أقل من عام تزوجت ابنة صديقة، الآن في يناير تزوجت صديقتها المقربة، ثم رأيت منشورا على فيسبوك من صبي كان صديق الفتاة الأولى المتزوجة، يحمل منشورا عن أفضل صديق له والذي تزوج في نفس اليوم. ما الذي يفسر هذا لنا؟ بغض النظر عن مدى اعتقادنا بأن قراراتنا فردية، فإن الهياكل الاجتماعية تؤثر على الأفراد، وقد قرر المجتمع أنه داخل مجموعتك الاجتماعية لا يختلف هامش عملك كثيرا عن هامش الآخرين. ماذا تخبرنا نظرية المجموعة؟ أن الأشخاص الذين ينتمون إلى نفس المجموعة سيكون لديهم نفس الأهداف، وسيكون لديهم أهداف حياتية وأهداف مهنية متشابهة، فإنهم يرون الحياة بطريقة متشابهة جدا. إذن ما يخبرنا به هذا هو أن الهياكل تحدد القرارات. حتى أولئك الذين نعتقد أنهم أفراد للغاية وأننا نأخذهم في خصوصيتنا، هذا غير صحيح. على الأرجح سوف تتزوج من شخص ينتمي إلى مجموعتك الاجتماعية. تخبرنا النظرية أنك ستتزوج على الأرجح من نفس الفئة العمرية لمجموعتك الاجتماعية. تخبرنا النظرية أنه سيكون لديك أطفال في نفس الفئة تقريبا. سيقول أحدهم هذا ليس صحيحا، لم أفعله، هناك استثناءات. بشكل عام إذا جلسنا لنحلل أبناء العموم والأصدقاء وبالمجموعة الاجتماعية، لا أعني مجموعة الأصدقاء المقربين، ولكن المجموعة التي نكون فيها مقيدون اجتماعيا لأننا مجزؤون. بعد نظريات التسويق نحن مقسمون حسب المجموعات، لذلك هنالك أشخاص في مجموعتك لا تعرفهم، ربما لن تعرفهم أبدا، لكن هذه المجموعة ستكون ضرورية لفهم سبب قيامنا بما نقوم به. حتى أن هناك كتبا تقول أنه عندما يبدأ أفراد مجموعتك الاجتماعية في الزواج يكون هناك نوع من العدوى، لأن العواطف معدية. الضحك خير دليل على ذلك،
يضحك أحدهم ويبدأ الآخر بالضحك. إنها أكثر المشاعر المعدية في المجتمع، ومع ذلك فإن القرارات جعلنا نتصرف بطريقة معينة بناء على النظريات. بعد تراكم معين للبيانات ومراقبة الظاهرة عبر الزمن، يمكننا اتباع القواعد التي تجعلنا نرى أنه على الرغم من وجود العديد من التفسيرات لنفس الظاهرة، إلا أنه ستكون هناك استنتاجات مفادها أن العديد أو معظم أولئك الذين يأتون لدراستها سيحصلون على نفس النتيجة كما أخبرتني عن الأغنية، عن الموسيقى. لماذا؟ لأنها تتلاقى أو تتبع خطوات وأنماط معينة. هذا كيف هو؟ فمثلا إذا كان هنالك عالم أنثروبولوجيا ينكر ذلك، أعتقد أنه يجب عليهم سحب لقبه أبعد من التفسيرات المقترحات النظرية، لأنه في بعض الأحيان يتم الخلط بين الناس يعتقدون أن العلم سليم، ولا، العلم يتراجع قادر على تصحيح نفسه ويعيد خطواته. حتى لو تمسكنا بمنظري التغييرات في العلم والنماذج، فسنرى أن النموذج سيتغير عندما يكون هناك شيء ينكر ما يعتقد أنه صحيح. هذا عندما يتغير العلم. لذلك ليس الأمر أنه صارم لدرجة أنه لا يمكن تغييره، لكنها ليست مرنة أيضا. إن كل ما أقوله بناء على ما رأيته، لأنني رأيته هو بالفعل حقيقة عظيمة. إنه ليس كذلك، لكنها تتبع خطوات معينة. إذا راجعت نصا علميا، فإن أول شيء سأفعله هو مراجعة نظريته وما الذي استند إليه ومنهجيته. الجميع يفعل ذلك. هذا هو المكان الذي تدرك فيه إذا كان يلبي متطلبات معينة فأنا أعتبره صحيحا حتى يثبت العكس. إنه علم. لا أعلم إن كنت قد أجبت على سؤالك. نعم، هذا مفيد للغاية.